بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ولد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسما وثناء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هذه الليلة المباركة، ليلة المولد النبوي الشريف. أردت أن أقول مولد مبارك لكل المسلمين، وفي نفس الوقت مبارك كذلك الاحتفال بثورة نوفمبر المباركة. إنها أيام مباركة إن شاء الله، لكن ما قصدته في هذا التسجيل هو تطاول هذا المقارون أو المكرون الفرنسي على المسلمين. وقد تبعت تغريدات الدكتور مهاتير محمد الذي رد عليه ردا قاسيا وقويا عندما قال إن المسلمين من حقهم أن ينتقموا، من حقهم أن ينتقموا لما فعلت فرنسا. فرنسا هاته، فرنسا الإجرام، ما فعلته فقط في الشعب الجزائري يعني هو مبرر لكل شعوب العالم أن تنتقم منها. لكن يضيف مهاتير محمد أن المسلمين لم يتعاملوا بمفهوم العين بالعين والسن بالسن، وتعايشوا مع هؤلاء الفرنسيين المجرمين تعامل سماحة الإسلام. لذلك وبمناسبة المولد النبوي الشريف، أقول كمواطن جزائري فقد جدين، جدي من والدي وجدي من أمي، كلاهما استشهد في ثورة التحرير، يعني هذو أقرب الناس إلي أنا. وعندما تحدثني والدتي عن ما فعلته فرنسا بعد مقتل جدي، لو كنت أنا منتقما لانتقمت من هؤلاء وما فعلوه. يعني المنطقة نتاعنا احنا برك، المنطقة هذه لو تؤلف الأفلام، لو تسرد القصص ما تكفي. فرنسا المجرمة التي سرقت قوت الشعب. يحكي لي واحد من الناس الكبار يقول أنه في الوقت اللي كانت الجزائر تنتج القمح بيعني ملايين من القناطير المقنطرة من القمح المميز نتاع الجزائر، كان الشعب الجزائري في الربعينات يموت جوعا، يموت جوعا. للأسف الشديد ونحن في ذكرى نوفمبر، أن المؤرخين، أن المدونين، أن الموثقين، أن السيناريست نتاع الأفلام الوثائقية لم يوثقوا إلا جزء قليل جدا 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 من جرائم فرنسا. أيها المؤرخون، أيها الموثقون، أيها السينمائيون، أيها الفنانون، أخرجوا هذا التاريخ للعلن، أخرجوا تاريخ الإجرام الفرنسي للعلن، لتعرف فرنسا كم حجم الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، ولا نتكلم عن شعوب أخرى. كل قصة في قرية، كل قصة في جبل، كل قصة في مدينة، كل قصة في شارع هي فيلم، هي مسلسل. جرائم فرنسا لا تكفيها المسلسلات، ولا تكفيها الأفلام، ولا تكفيها كتب التاريخ، ولا تكفيها الأفلام الوثائقية. حان الوقت أن تعرى فرنسا، أن تعرى فرنسا وتكشف عورتها الإجرامية. إلى متى؟ إلى متى؟
إلى متى السكوت؟ فرنسا خرجت في 62، رانا اليوم في 2020، وش وثقنا من جرائمها؟ كم مات من المجاهدين وهم يحملون في صدورهم عشرات الشهادات، ولا أقول مئة شهادات، عشرات الشهادات. حان الوقت لكشف فرنسا المجرمة، هذه التي يتطاول رئيسها على المسلمين وعلى نبي الإسلام، على رسول الهدى الذي بعث رحمة للعالمين. كل واحد أطلب من كما قال المرزوقي، أطلب من شعب الفيسبوك العظيم أن كل شاب عنده صفحة في الفيسبوك، عنده جده، عنده جداته مازالت حية وعاشت الحقبة الاستعمارية، أن يدون قصتها. فقد تكون تلك القصة التي يدونها شاب ربما في السنة الرابعة متوسط، أو في السنة الثالثة ثانوي، أو في السنة الأولى جامعي، تكون هي الانطلاقة لتدوين جرائم فرنسا. لو كل جزائري، كل شاب جزائري يدون جريمة عاشها واحد من أهله، الجريمة هذه ما هيش بالشرط جريمة قتل، جرائم القتل، جرائم التجويع، جرائم الاغتصاب، جرائم التنكيل، جرائم السجن، كلها جرائم. أيها الشباب، في ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يهينه هذا الكلب الفرنسي، وفي ذكرى ثورة نوفمبر المباركة، دونوا في صفحاتكم، كل واحد عنده في الصفحة نتاعه في الفيسبوك نتاع الملاحظات هذيك ينجم يكتب قصة، يكتب رواية، يكتب حكاية، المهم يدون عن الذين كانوا شهود عيان وما زالوا على قيد الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.